لحمة الدوش السوداني اللي بتتعمل بضلوع الخروف والريش وكمان ضنب الخروف أهم حاجة، ولازم تطبخ على الكانون في الصاج وكده تطلع الدهون وتغمس في الدهون وتاكل فيها وما تشبع وما حتى بتنزل على الترابيزة. عندي خليط من الضلوع والريش بحصر عليه معصير الليمون وبخخل التفاح وبخليهم في المصفى ينزلوا السوائل بتاعتهم. في الصاج بضيف اللومي، ورق الغار، هبهان، وعود القرفة، وأهم حاجة المستكة وجزعة بسيطة من الجنزبيل. وزمان زي ما قلت لازم في الأول بشوحوا ضنب الخروف، إحنا ما عندنا ضنب الخروف فاستبدلته بسمنة البيض، وبسخنها وبضيف البصلة كاملة، ولازم أضم الضلوع دي مع الريش، ما قلنا هي لحمة الشنو، بقلبهم وبعد ما يتقلبوا كده كويس بنزل السوائل، بهدي النار، بغطي على الصاج وبتدي هنا تنزل الدهون بتاعتها، بقلبها في الدهون بتاعتها لأن هي لازم تكون كده عايمة في الدهون. وبعد كده بضيف البهارات، البهارات بسيطة جدا، ملح على ذوقكم، نص ملعقة كبيرة من فلفل أسود، ملعقة كبيرة من الكزبرة، ملعقة كبيرة من البابريكا، وإضافة من عندي ملعقة كبيرة من بهار تركي اسمه بالبيبر. بقلبهم كده كويس، بشوحهم، وإحنا هنا لسه ما وصلنا للتحميرة المضبوطة. في النهاية بضيف ملعقة كبيرة من الثوم المهروس وبقلبهم، وبعد كده بغطيهم ياخدوا التحميرة النهاية. وشوفوا اللحمة الدوش السودانية دي كيف طلعت محمرة. في النهاية بحصل لها عصير الليمون، وانت حتى لحمة الدوش دي ما حتى بتلحق تصل الترابيزة لأنك بتغمز من الصاج على الكانون. وإن شاء الله فيديو يطلع إكسبلور.